هسه الاصناف الموجوده اغلبيته بيروتي، وفي بتوني الاسود والزينه، وفي الحلواني بس كميات قليله. يعني اقبال الناس يعني جيد، يعني اما لازم يكون افضل من هيك كثير. يعني في 900 كرتونه كل يوم، 1000 1200. في ناس كرروا جابوا بزياده، يعني بين 1500 2000 هيك كرتونه. يعني تقريبا معظم الاسواق كانت موجوده، لكن بشكل رئيسي المناسب اكثر لبيئه جنين وعند البيروتي هو. لكن في اصناف اخرى مثل الزينه، لكن هذا يعني بتركز بمنطقه الخليج. الزينه البيتوني، العنب الاسود، والعنب البلدي، هذه الاصناف تقريبا. هو الاقبال الى حد ما متوسط، لكن الهدف من المهرجان او المعرض مش بس بيع، هو تعريف وترويج للمنتج، وتعريف انه منطقه جنين اصبحت يعني اصبح العنب احد النشاطات الزراعيه الرئيسيه ضمن قطاع الزراعه، واللي حقق يعني حقيقه تقدر تكون قصة نجاح في جنين بآخر 10 سنوات الأخيرة. يعني إحنا المعرض أو المهرجان عبارة عن 3 أيام من 15 مزارع. 15 مزارع بتقدر تقول لو كن يعني ممكن يكون لحد 7-8 طن يعني نسبة لعدد المشاركين.